مين بيقبل تبرعات هون؟ أنا وأنا حبيت كتير المشروع اللي صاير هون مفيد كتير للناس. خبرني الرئيس إنه فكرتك. برافو، يعطيك العافية. مرسي، ويعطيكم العافية لإلكم كمان كرمال القهوة. مشروع مفيد كتير للناس. عم تتمسخري؟ لا بالعكس، نحن منفيد الناس من الناحية الصحية وأنتوا بتفيدون من الناحية النفسية، والناس بحاجة لاثنين بهالأيام. فالله يوفقكم وإن شاء الله القهوة تكون دايما مفولة. يوفقنا؟ بس أنا ما دخلني بالقهوة لحتى الله يوفقنا. آه ليه؟ أنت مش عم تشتغل هونيك؟ أنا قالوا لي إنه عم تضلك هونيك ليل نهار عم تحضي للافتتاح أنت وهالبنت اللي ما بعرف شو اسمها اللي إجت من أمريكا؟ كارين، اسمها كارين.